الهلال يتصدر بعد هذا الانتصار؟ اولا دعني استاذ عبد الله يعني اعبر عن سعادتي بالمباراه على مستوى بالفعل على مستوى الدوري السعودي. مباراه استمتعنا باداء الفريقين. خلينا نتكلم مثلا على الشباب اللي مر بظروف لكن قدم نفسه اليوم بشكل جميل. جار الهلال تحديدا بالذات في الشوط الاول قدم يعني اعطى جمال او ضاعف جمال المباراه، والهلال طبعا كان اليوم شيء من الهلال، شيء يعني ما لسه ما تكمل الهلال، ومع ذلك تفوق وفي الشوط الثاني بالذات فرض نفوذه وبسط نفوذه. ولكن اللي احب اشير له انه الهلال تجاوز واحده من اهم المباريات، وسيتذكرها الهلال، الهلالين كانوا يعني في عمق زياده، لابد يتجاوز مباراه الشباب حتى تستعيد اجواء الامور الطبيعيه ويبدا العمل ويتجاوزوا مرحله التشكيك في المدرب. الان الفريق اثبت انه قادر العطاء وأن اللاعبين بيديهم الحلول متى ما أحسوا بالمسؤولية. مباراة جميلة، وبالمناسبة المعلق عليك أضاف لها بصراحة يعني متعة، يعني معلق شكرا لمن جلب هذا المعلق، يعني جمال المباراة مع الوصف مع الإخراج تماما، يعني الكل يعني مباراة متكاملة من كل النواحي. فنيا الهلال تفوق لوجود عناصر أفضل من الشباب، الشباب اجتهد الشوط الأول جارة ربما تفوق، ولكن عناصر الهلال أجانبه وأضح الفارق طبعا لمصلحة الهلال. مبروك الهلال الصدارة وهارد لك الشباب، وأتمنى أن لا تعيق الشبابين عن مواصلة تطور المستوى والبحث عن إن شاء الله في المرحلة الشتوية تطعيم الفريق بلعيبة أجانب تجاري فرق الدوري.